السلام عليكم. لا شك أن الكثيرين أعجبتهم جرأة كوريا الشمالية بقيادة زعيمها الديكتاتور كيم جونغ أون على تحدي الولايات المتحدة، فهو قد هدد بعبارات صريحة بضرب القواعد والبوارج البحرية الأمريكية، بل حتى بإطلاق صواريخ ذات رؤوس نووية صوب أراضيها. ولكن وبعيدا عن العواطف، هل تستطيع كوريا الشمالية حقا أن تصمد في وجه أمريكا إذا اندلعت الحرب؟ هل حقا يمكنها الانتصار أم أن الزعيم الكوري الشمالي يقود بلاده نحو المحرقة؟ أولاً، لن يكون هناك هجوم مفاجئ من كوريا الشمالية بالمعنى الحرفي للكلمة، لأن الولايات المتحدة واليابان تراقبان ما يجري فيها بدقة متناهية، وذلك بواسطة الأقمار الصناعية المتطورة جداً أو بواسطة الرادارات والمعدات التي تتبع الإشارات الحرارية، وهذا ما يعطيهما وقتا كافيا لملاحظة أن كوريا الشمالية على وشك إطلاق صاروخ، ولذلك سيكون في أهبة الاستعداد. إذا تأكدت المخابرات الأمريكية من استعداد كوريا الشمالية لضربها بصواريخ مزودة برؤوس نووية، فهناك احتمالية كبيرة لشن هجوم وقائي سريع ضدها، مما سيشل الأنظمة الصاروخية لكوريا الشمالية. حتى وإن تمكنت كوريا الشمالية من إطلاق صواريخها صوب أمريكا، فينبغي على هذه الصواريخ تجاوز عدة عقبات. الأولى منظومة ثاد، وهي منظومة صاروخية دفاعية أنشأتها الولايات المتحدة في كوريا الجنوبية، وهي متطورة وفعالة. فإذا تجاوزتها صواريخ كوريا الشمالية، فينبغي عليها تجاوز اليابان، وهذا صعب جدا نظرا للانتشار الواسع والكثيف للسفن الحربية اليابانية التي تعمل ضمن نظام آيجيس المضاد للصواريخ. فإذا تمكنت الصواريخ الكورية الشمالية من تجاوز اليابان والمحيط الهادئ، فستعترضها منظومة الدفاع الصاروخي للولايات المتحدة المتمركزة في ألاسكا. ولكن وبالرغم من كل هذه العقبات، قد تتمكن كوريا الشمالية من تطوير صواريخ قادرة على خداع المنظومات الدفاعية، وحين تتمكن من هذه التقنية، حينها قد تضرب بعض المدن الأمريكية. وقتها وبلا شك سيكون الانتقام الأمريكي قاسيا. الترسانة النووية للولايات المتحدة مرعبة، وحجم شبه الجزيرة الكورية ضئيل جدا، حيث أن مساحة كوريا الشمالية لا تتجاوز 46,541 ميلا مربعا. فإذا أطلقت صواريخ نووية أمريكية عليها، فإن حجم الدمار سيكون كبيرا جدا، وقد تتحول كوريا الشمالية بأكملها إلى كرة ملتهبة من النار.